اهدي يا فريدة، اهدي يا حبيبتي. مش معقول كده كل يوم دموع من ساعة ما جه لؤي. يا ريته ما جاش، يا ريتني ما خلفتوش أساسا. حرام عليكي ما تقوليش كده، ده نعمة. وأنا ربنا ما أنعمش عليا بخلفة، وكان نفسي يبقى عندي ولد من صلبي. هيفيد بإيه؟ لو ولد عاق زي ده هيفيد بإيه؟ بالعكس ده هيضر أهله، هيجيب لهم العار. قولي يا فؤاد، هو احنا قصرنا معاه عشان يطلع كده؟ قولي يا فؤاد. صراحة قصرته، الولد ده كانت كل طلباته مجابة واتدلع على آخر، ومع فلوس ما بتخلص ملهاش آخر، وفي نفس الوقت مفيش عين عليه تراقبه وتوجهه، يعني لازم يفسد. يعني من الآخر بقيت أنا الغلطانة؟ مش قصدي، أنا قصدي إن الولاد في السن ده بيبقوا في مرحلة حرجة، محتاجين لعين تراقبهم وتوجههم للصح. إيه ده؟ يا غبية يا زينة! أنت يا زنت الزفت! خدي يا بنت! مين دي اللي زفت؟ تعالي هنا! إيه اللي خلاكي تلزقي لوحة زي دي على الحيطة بالشكرتون؟ ما أنا ما لقيتش أمير، هلزقها بإيه؟ يا لهو على الغباء! يا بنتي هي لوحة زي دي بتتحط على الحيطة ولا بتتلزق أصلا بالشكرتون؟ أمال هلزقها فين يعني؟ أنت ما كنتش جايبها للبيت ولا إيه يا طالع؟ يا بنتي مش قصدي، بس أنا كنت عايز أحطها بجواز حلو، بالوش شيك كده، وبعدين أنا كنت عايز الشكرتون كمان. قول كده. تاني مرة مالكيش دعوة بحاجاتي، حاجاتي في مكانها مالكيش دعوة بيها، أتصرف فيها زي ما أنا عايز يا زينة. الله! المهم طلبة بيقول لي إن السبب في حبسه هو البيج بوس، الراجل ده لازم ننتقم منه. يا زين يا زين فتح مخك يا زين، البيج بوس ده راجل احنا ما نقدرش اصلا نشوفه، وهو لو عايز ينفينا من على وش الارض مش هنكون موجودين، فنحمد ربنا ان هو سايبنا عايشين اصلا. يا خيبتك يا زينه في جوزك. الحمد لله يا رب متجوز مهندس الديكور. اتفضل يا عناية، بالهنا والشفا. يلزمك حاجة تانية قبل ما انزل؟ لا حبيبتي ما تحيرش. طيب فوتك بعافية أنا، سلام. سلام، خلي بالك على نفسك، اوعى حد يعكسك. وهنتج لك ألبوم يا حياتي، وهنتج لنورة. انت هتعطبيني ولا ايه؟ بقولك عايز فلوس يعني تديني فلوس؟ عايز زفتك ايه؟ 2000 3000 جنيه اي حاجة ماشي بيهم حالي. ايه 2000 3؟ ليه بقى ان شاء الله؟ انت مال اهلك؟ يعني ايه مال اهلي؟ مش فلوسي؟ لازم اعرف هتروح فين دلوقتي. بقى في فلوسي وفلوسك؟ ايوه في فلوسي وفلوسك، طالما هتجيب الزبد اللي انت بتتهبب بيه وبتشمه يبقى لازم اعرف الفلوس هتروح فين يا ماجد. اشمه ولا ما اشمش؟ اشمه ولا ما اشمش انت مال؟ لا مالي، ده مالي يا حبيبي، فلوسي وعرقانه وشقيانه بيها. عرقانه وشقيانه؟ بقول لك ايه؟ انا شغال مدير اعمالك بقالي قد ايه ما خدتش مالك بقالي بقى احمر. بنت قومي 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 اديني الفلوس. قومي قومي انتي مش قلتيلي برضه ان باباكي عيان؟ قلت اجي اطمن عليه، معرفش انه مات. بقى انت جيت تطمن على ابويا؟ ده انت ما بتطمنش على ابوك في بلاد بره، انت جيت تطمن على فلوسك. فلوس ايه؟ انا الفلوس دي اخر حاجه افكر فيها. انا كل اللي حريني انك كدبت عليا يا سوسو. من فقري، من غلبي،
أعمل إيه؟ أنا مفيش حاجة في حياتي بعملها بمزاجي. على الأقل أنا مش زي ناس بيعملوا بلاوي وهما مش محتاجين. أديك شفت بعينيك كل حاجة، شفت بيتي، ارتحت. أنا ما كنتش أعرف أقلك أي حاجة، وكان لازم أعرف. أديك عرفت وشفتني على حقيقتي. أنا أول مرة أحس إني عريانة، عريانة بجد. أنت عاوز مني إيه تاني؟ إزاز يحدف كل الناس بالطوب، واللي حياته نشاز في نشاز، فاكر ملوش عيوب ولا حبيب، محدش فينا في الدنيا دي معملش ذنوب، استر عيبي وكل غطايا، ده احنا جميعا لينا خطايا. مهما هربنا من المكتوب. ها جهزتوا القوة؟ خليكوا جاهزين، أنا نازل حالا. سلام. شريف باشا. أنت مين؟ أنا النقيب هشام الصفطاوي، مباحث أمن دولة. أهلا وسهلا يا باشا، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا الحقيقة أنا آسف جدا مش حاضر أقعد معاك لأني نازل عندي شغل. ما أنا جاي لك بقى عشان أنت مش هتنزل الشغل ده النهاردة. أنا مش فاهم كلام سيادتك. أنا عندي أوامر مشددة من الجهاز بوقف العملية دي. أيوة يا فندم، بس أنا ما جاتليش أوامر بوقف العملية. أيوة، ما متصل بحضرتك وأنت ما ردتش. سيادة اللواء منصور ما اتصلش بيا عشان أوقف العملية، يبقى العملية مش هتقف. إيه ده سيادة الرائد، ده مش أسلوب شغلي. سيادة النقيب هشام، أنا عارف شغلي كويس. بعد إذن حضرتك. ايوه يا باشا. الو. ايوه يا خالد، اوعى اوعى تيجي دلوقتي البيت، اوعى. في عربية بوليس واقفة قدام باب بيتنا. ايوه بيتنا يا ابني، بقولك ما تجيش. بقول لك ايه، هنتقابل في نفس المكان والوقت بتاع امبارح، وانا اكلم بقية الشباب يقولنا على الشك. ماشي. بقول ارمي الخط بتاعك ليكون متراجع. مع السلامه.